زميل الزراعي مروان حيدر بينضم لنا هلا مثل كل يوم بهيدي الفقرة مباشرة من بيت الزراعة بأنتلياس. بونجور مروان. العوافي. اسمعوني كان عندنا مشكلة كبيرة بالصوت. لا سامعينك سامعينك سامعينك. نحن على الهواء. ايه اكيد. رح نبلش بأول سلة. رح نبلش بسلة الحامض اليوم 2 كيلو ب10 واكيد بدنا نقول ميرسي كثير لالفا جرين بشخص مديرة بيتر صقر اللي على طول عم بيهتم فينا. الفا جرين اليوم قدم لنا اسعار حلوة، 3 خس الاحمر ب10 هي اول سلة، وثاني سلة كمان 3 خس النوعية ثانية كمان ب10000 مثل ما شايفين هالسلة كله حبة كبيرة ونوعية رائعة بفترة الصيام. نقول ميرسي كثير لألفا جرين وكمان السلة هالنوعية الخس نوعية رابعة بس بعد ما عبيناها كمان الكل ثلاث صح لولو روسا ولولو فيردي والأوك كلهم شغل ألفا جرين. يعني ألفا جرين معروفين قديش بيصدروا لبرا وقدي صحيح نوعية الزرع عندهم رائعة، فبنقول لهم ميرسي كثير على الأسعار الحلوة لأنه حبوا بفترة الصيام يكونوا عم بيعطونا أسعار حلوة. ميرسي كثير ألفا جرين، ميرسي سيس بيتر صقر. الليمون كمان اليوم 2 كيلو ب10000 ورح نفرجع على البوملي اليوم كمان. البوملي رح نعمل كيلو ونص ب10 هالنوعية المنيحة كله قطف جديد. اللفت الكيلو ونص ب10 واكيد هون بدي اقول عنا للمدارس البينات باتر زبدة الفستق اللي عم تنعمل بطريقة رائعة بلبنان، عم ينعملون بطريقة رائعة. في عنا زبدة الفستق الكرانشي وزبدة الفستق الكريمي يلي فيهم لفوا فيهم سندويشات على المدرسة، واكيد زبدة الفستق مع شوكولا هالنوعية رائعة، وفي كمان نوع مع عسل. هالاصناف كلها اكيد صنع لبنان 100% واكيد ما فيها مواد حافظة واكثريتهم مفحوصين، فمن هالمنطلق بنقول اللي بحب يلف سندويشات لاولاده يقدر يلف لهم على المدرسه. في سؤال مهضوم يا مروان، اكيد عندنا رب البندوره قطف الهند بيتم بالقلع او بقطع بالسكين؟ يعني بالجم فينا نعملها بطريقتين، فينا نعملها بطريقتين. اذا بعدنا باول موسم والهند مقلعه مزبوط فينا نجم او نوري، وفي اكثريه الناس اللي بتجمها مره وحده وبشيلوها، بس نحن بس نزرع اذا تركينا بجنينتنا وبدنا نستفيد يعني منها بنصير نورق منها كل مره شوي مثل السلق إيه لانه مش عم نقصها عم نورقها توريق مثل السلق ومثل الكيل بنقدر نقصهم ونتركهم على عندك سيده مهضومه اسمها ماري بتمد معنا اكثر اكثر. ماري غنيمة وريتا أبو سمرة أحلى صبيتين، أحنا بالمكتب عم بيشربوا قهوة عم يحضروكم. لا بعتت لي قلت لي أنا عند مروان وأهلا وسهلا فيهم. إي بس أنا ما خليتهم، قلت لهم بدكم تحضروا جوا عبدو وريتا عبدو ونتالي باردون لحتى نصبحكم على التي في، فبنصبحهم وريتا جارتي بالبناية كمان أهلا وسهلا فيها، يعطيهم ألف عافية بيجوا بكير ياخذوا أغراضهم. كمان بدي احكي كنت عن رب البندوره، رب الحر، صوص طومات، هالاصناف كلها شغل منطقه عنجر، هالنوعيات الرائعه كمان مفحوصين نوعيتهم جيده جدا، والعسل منطقه صاغبين، هالعسل يلي كمان مفحوص نوعيه رائعه، كل اللي عم ياخذون من عنا بلبنان ولبرات لبنان كلهم عم يفحصوا وعم يشوفوا هالنوعيه الغير شكل، فبنقول لهم يعطيهم الف عافيه واكيد حتضل محافظين على الاصناف والنوعيات يلي عم نجيبها. هون بدي اذكر كمان ستات منطقة عنتورة المتن يلي عم بيعملوا أصناف جديدة، عاملين جمعية مدامات عم بيعملوا أصناف جديدة، هالأصناف نحن عم نحطها ببيت الزراعة يلي بحب يتذوقها مثل مربى البصفير ومربى الحامض ومربى الليمون وكذا صنف عصير كمان عم بيعملون موجودين عندنا، بنقول لهم يعطيهم ألف عافية لأنه شغلهم رائع. ما بعرف إذا ذكرنا الشمندر. لا الشمندر سلة الشمندر اللي هي الكيلو ونص ب 10000 فكمان موجودة عندنا هالشمندر. هيك هيك هالفريز قدامي، خلينا نعمل العلبة اليوم ب 15000، فيلي بحب ياخذ فريز هذا سعر حلو اليوم كمان يعني بالمحلات بتغلى عند مروان بترخص عن جد ب 15000 اكيد الغالي بيرخص للجميع انتم بتعرفوا. هلا بدهم يقولوا لكم بونجور بعد ما لحقنا نعمل قهوه لانه انطوانيت طلعتنا شوي بكير ما نسيتكم قهوه عم بعملها جوا بس بدهم يا يلا هلا كمان بدنا نحكي عن جاي اسبوع الالي مطول بالله ونتالي عم بشوفوكم مسيح بيئه مثل العادي بونجور للجميع يعطيكم الف عافيه نهاركم مبارك. بدي ارجع اذكر انه البن
ثانك يو. بدي ارجع ريت ناتالي وعبدو بقول لكم نهاركم مبارك بصبحوكم. كمان بدي اقول على البن هالجمعه بعدنا ماشي على الاوف اللي هو لوقيه ب 24,000 واللوقيتين ب 48,000. كل اللي ذاق البنات كيف لقيتوا البنات؟ ها هاي يعني جماعه الجاي في تغيير ياخذ مره ثانيه فاللي بحب يدوقون. رح نجرب قد ما فينا نضل على الساعة لوقت بعدين نرجع لوقت واحد ما في يعني بالنهاية كل شيء عم يطلع يعني 100%. بس احنا عم نجرب قد ما فينا يكون عندنا السعر منيح. بذكر انه في عندنا الخبز الشوفان والبيض البلدي يلي كل الناس عم تاخذ بيض البلدي من عندنا وعم تعرف قد ايه هالنوعية رائعة. بدي ارجع لكم ميرسي لمدام ماري ومدام ريتا يلي عم بيجي يطلوا علينا الصبح وياخذوا اغراضهم والناس كلها بتسلم عليكم. وانا هيدا كل شيء بدي اقوله. بس بدي يعطيك العافيه مروان. المكترات شغل اديار موجوده عندنا كل اصناف المكترات وكل اصناف الورق اليابس يلي مثل السيترونيل مثل الزعتر مثل القصعين كمان موجود عندنا ببيت الزراعه. يعطيكم العافيه وهيدا كل شيء. لفوت اعمل القهوه ونضيف يلا شكرا لك مروان حيدر الخبير الزراعه يعطيك العافيه.